بالنسبه لليكيب هذه تشوف تنجم ميسي تز الشامبيونات؟ والله شوف احنا قبل من الاول الموسم حيت عملنا كهيئه جديده سطرنا برنامجنا، عمرنا ما قلنا احنا سنا فريقنا مؤهل باش يكون بطل الموسم. تعرف انت باش يكون بطل الموسم تم الجانب الكروي، تم الكواليس، تم العديد من الاشياء. احنا في فتره انتقاليه وتعرفوا المشاكل والمصاعب اللي تعدي لها النادي من عجز مالي، من معناتها خروج العناصر الاساسيه في الفريق، من اقحام لاعبين جدد. هذه معناتها عندك عندنا مشاكل مع الفيفا، معناتها عندنا العديد من العراقيل اللي نورمالمون النادي الرياضي الصفاقسي نلعبوا على اللقب، وهذا حظنا وقدرنا. بقى نتحصلوا على لقب ولا على المرتبة الثانية كتوفيق من الله، قاعدين نعملوا، الناس الكل متحمسة، رمينا جميع الظروف، هيئنا جميع الظروف المالية الفنية النفسية التغذوية، كل الظروف باش نخليوا الفريق معناتها في ظروف تخليه يمكن ولما لا الحصول على لقب. واذا تحصلنا على لقب راه مش احنا قواو سيكو هما ضعاف، معناتها اليوم احنا نحضروا قلناه وهذا اعلناه من اول الموسم نحضروا في فريق بالنسبه للسنه القادمه والسنين القادمه معناتها والسنين اللي بعدها. نحبوا النادي الصفاقسي كما قلنا شبوا معناتها يلزم، وخاصه تعرف انت اللي احنا الناس الكل تعرف اللي احنا ممنوعين من الانتداب، معناتها نحاولوا نقحموا ابناء خارجين ابناء النادي خارجين من مركز التكوين، وان شاء الله معناتها اغلبهم ينجحوا، اذا نجحوا الكل معناتها ان شاء الله المستقبل طيب، معناتها على الاقل شيء اللي نهني معناتها نوعد به جماهير النادي الصفاقسي كونه المستقبل باهي.